إلى عناوين الصحف نبدأ مشاهدينا الجولة بصحيفة الدستور الأردنية، وفيها الليكود يوافق على ضم مستوطنات الضفة لإسرائيل، 94 شهيدا بينهم 16 طفلا و350 أسيرا قاصرا في 2017. إلى صحيفة القدس العربي والتي جاء في عناوينها المعارضة السورية تحاصر قوات الحرس الجمهوري في إدارة المركبات، النظام يتكبد 33 قتيلا ويستجدي الهلال الأحمر لإجلاء عناصره 300 المحاصرين. صحيفة الحياة تطرقت إلى الضرائب الجديدة في السعودية والإمارات وقالت المملكة رفعت أسعار البنزين، السعودية والإمارات تباشران تطبيق ضريبة القيمة المضافة. إلى صحيفة العرب القطرية والتي تابعت الملف نفسه وقالت نار أسعار الوقود تشعل غضب السعوديين، مواطنون يقولون يهدرون 87 مليار دولار سنويا على حرب اليمن ثم يطمعون في رواتبنا الهزيلة. من الجزائر اخترنا لكم مشاهدين اليوم صحيفة أخبار اليوم، وفيها إسبانيا تصنف السعودية دولة خطرة نوعا ما وتؤكد درجة الخطورة تراجعت في الجزائر. إلى صحيفة الوطن الكويتية واخترنا لكم منها العنوان التالي لا خفض لرواتب الأطباء المبتعثين، ديوان الخدمة المدنية أكد عدم المساس بمخصصاتهم ردا على ما أثرته بعض وسائل الإعلام. إلى عناوين صحيفة العربي الجديد، وفي العناوين الرئيسة احتجاجات إيران تزايد القتلى وتلويح بحشود مضادة، في صورة الغلاف تعز إعدامات خارج القانون، وفي زاوية الحدث كيم جونغ أون يحذر واشنطن الزر النووي على مكتبي. أما كاريكاتير اليوم بعنوان عام سعيد للفنان عماد حجاج. هذا كان أبرز ما جاء في عناوين الصحف العربية الصادرة لهذا اليوم. شكرا لكم مشاهدينا على حسن المتابعة.